اهلا بيكم حبايب طلاب الصف الثاني الابتدائي. معادنا دلوقتي مع الفيديو رقم 8 في يونت 2، ده اخر فيديو في اليونت، ومعانا تيست اون يونت 2، امتحان صغير على يونت 2. هنوصل يا حبايبي لوك اند ماتش، معناها وصل الصوره بالكلمه. تعالوا نشوف كلمه تيث. تيث، تيث اللي هي ايه؟ ايوه سنان، تيث، تمام. هيد، هيد يعني ايه؟ هيد يعني رأس، يبقى نوصلها بهيد. هيد يعني ايه؟ رأس. بيرد، بيرد يعني ايه؟ ايوه طائر. فين ده؟ اهو بيرد. طيب كامل، كامل طبعا كلنا عارفين كامل اللي هو الجمل. سنيك، سنيك تعبان اهو سنيك. ماوس، ماوس، ماوس يعني ايه؟ يعني فم او بق. اول واحد هنا على الشمال ماوس. توث، توث يعني ايه؟ سنة. توث اهي. طيب باثروم، باثروم اللي هو مين يقول لي؟ طبعا اللي هو الحمام، باثروم اهو حمام. طيب look and recircle the right answer، يعني نشوف الصورة ونشوف الكلمة الصح والغلط. الصورة دي اللي هي ايه؟ طبعا فيش ولا تي؟ تي يعني شاي، وفيش يعني سمك، يبقى فيش، يبقى دي فيش، تمام. دي كات ولا دوج؟ طبعا دي كات، قطة. هنا ايت ولا ثرو؟ ايت يعني يأكل، وثرو يعني ايه؟ يعني يرمي. طب هنا ايت ولا ثرو؟ طبعا هنا ثرو، ثرو يعني يرمي. طب هنا الصورة دي كات ولا مونكي؟ كات ولا مونكي؟ طبعا ده مونكي، قرد. طيب look and write the missing letter، دي هنكتب الحروف الناقصة. طبعا عندنا ده الطائر ده ايه؟ هو بيتكلم عن ايه؟ طبعا المنقار بتاعه اسمه ايه؟ بيك. يبقى ايه الحرف اللي ناقص هنا؟ حرف الاي، حرف الاي، حرف ناقص بيك، بي اي اي كي، كي بيك، منقار. ده الاذن معناها ايه؟ مين يقول لي؟ اير، اير. ايه الحرف اللي ناقص؟ حرف الاي، تمام، ده حرف الاي. طيب اليفانت، اليفانت، حرف ايه اللي ناقص؟ حرف الاي، تمام، اليفانت. هنا ليجز معناها الارجل، ليجز حرف ايه؟ حرف الاي، تمام. وبكده نكون خلصنا الاكسرسايز ده. خش بعد كده على لوك اند بوت ترو اور فولس، بص على الصوره واقرا الجمله وحط صح ولا غلط. طب الصوره اللي قدامنا دي اتس ماي بادي، ده بيقول اتس ماي بادي، اتس ماي بادي، اتس ماي بادي يعني ايه؟ ده جسمي. طبعا ترو، تمام. I can see a cat، أنا أقدر أشوف cat، قطة. طبعا cat دي مش cat، ده bird، يبقى هنا دي ايه؟ false، غلط. I have two arms، عندي اتنين دراعات، عندي دراعين، صح ولا غلط؟ صح، برافو، true. It's an ant، دي نملة. It's an ant، دي نملة، صح؟ No, false، خطأ، دي بي، بي، بي يعني ايه؟ بي اهي، بي، اي اي، بي يعني نحلة، دي كلمة بي يعني نحلة، تمام؟ بعد كده هنحط هاز او هاف. احنا قلنا ان هاز بتيجي مع هي وشي وات المفرد يعني، وهاف بتيجي مع اي ووي ويو وذي. طيب هنا هي هاز تو هاندز ولا هاف؟ دي طبعا هي هاز، هي هاز تو هاندز، عنده، عشان هي تاخد ايه؟ هاز طبعا. طيب يو نقط وان فيس، يو هاز ولا يو هاف؟ طبعا يو هاف، لان يو بتاخد هاف، يو بتاخد ايه؟ هاف. طيب وي هاف ولا هاز ميني تيس، عندنا ايه؟ ميني تيس، اسنان كتير، تبقى تاخد ايه؟ وي بتاخد هاف، وي هاف ميني تيس، وي هاف ميني تيس. طيب شي هاف ولا هاز تو ارمز؟ طبعا شي هاز تو ارمز، عشان شي بتاخد ايه؟ بتاخد هاز. طيب اي two eyes، I I have ولا I has؟ طبعا I have، لأن I بتاخد have، have بتاخد I و I بتاخد have. طيب it have ولا has one nose؟ one nose عندها مناخير واحدة.
it ايه it has، لان it بتاخد ايه بتاخد has، it بتاخد has. تمام. طيب listen and arrange the pictures. انا هقول لكم جمل وانتوا ترتبوا الصور. نقول مع بعض: a person starts as a baby. A baby grows into a child. A child grows into an adult. افتكرناها؟ طبعا دي رقم واحد، ده بيبي بيبدأ بيبي، بعد كده grows into ايه؟ into a child. number two، بعد كده the child grows into ايه؟ into an adult. ده number three. تمام؟ طيب انسخ الجملة الآتية. كل اللي عليك ان انت تكتب الجملة دي. يبقى I، طبعا I capital، نخلي بالنا اول الجملة لازم تيجي capital، اول حرف، اول حرف في الجملة لازم يجي capital. I have، انا بملك، two، اتنين، two ايه بقى؟ I have two ايه؟ I have two hands. hands يعني انا بملك ايه؟ ايدين، اتنين. I have two hands and وايه؟ and two legs، وقدمين، and two legs. نخلي بالنا ان في اخر الجمله لازم يجي فول ستوب، نقطه، لازم يجي ايه؟ فول ستوب، نحط نقطه. خلي بالنا اخر الجمله بنحط ايه؟ بنحط نقطه، فول ستوب. I have two hands and two legs، يعني انا عندي ايدين ورجلين. طيب كده نكون خلصنا يونت 2، اشوفكم في يونت 3. باي باي.